أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الحفاظ على الدولة من الانزلاق إلى الدمار والخراب. وفي مداخلته بالجلسة النقاشية التي عقدت بمناسبة فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، شدد الرئيس السيسي على أن الدولة تسعى إلى تغيير أسباب التدهور وحالة التردي وبناء المستقبل. أنا دايما بسجل حاجة واحدة، هو الحفاظ على الدولة المصرية وعدم انزلاقها مرة تانية للخراب والدمار اللي كانت ممكن توصل له في 2011. نتيجة ايه؟ نتيجة اسباب حقيقية، احنا ناس تعبانة وعايزة تغير صحيح، بس تغيروا ازاي؟ اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة ده ان احنا نغير اسباب تردينا. انا قلت لكم المثال اللي بدأته مع المسؤول اللي في بلجيكا، قلت له انت 500 مليار، انا بقى 400 مليار، وانا عايز اعمل جامعه تدي تعليم كويس، وانا عايز اعمل مستشفى تدي علاج كويس، وانا عايز اعمل مدرسه تدي تعليم كويس.